حضرت فرقة بي تي اس حفل فاكت ميوزك في يوم الثامن من أكتوبر وفازوا بسبع جوائز بما فيهم فنان العام وجائزة كوبرا داي سانج. نشر العديد من الأشخاص الذين حضروا الحدث منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن نسبة كبيرة من الحاضرين كانوا من محبي جيمين، حيث حملوا لافتات بها رسائل داعمة لإظهار حبهم الكبير له. بالإضافة إلى ذلك قال الحاضرين أن الصفوف الأمامية لحفل توزيع الجوائز احتلها محبي جيمين الذين كانوا يحملون لافتات خاصة به. لهذا السبب ظل جيمين ينظر إلى الجمهور في المقدمة ليدل على تقديره للحب الذي يتلقاه. سحر جيمين الجمهور تماما بغنائه الرائع أثناء أداء المجموعة حتى أن الجمهور أشاد به بكلمات مثل صوته يشبه السماء، صوته سحري ويغني مثل الملائكة. كما أنه علق على مظهره قائلين جميل الشكل ومذهل وما إلى ذلك. كما أشاد بكلماته المطمئنة مثل أن المجموعة ستعمل بجد لتكون كما هي ولن يشعر محبين بالحرج أبدا. ونتيجة لذلك كان جيمين أكثر أعضاء بي تي اس بحثا في حفل فاكت ميوزك، حيث أصبح اسم جيمين الاسم الأكثر ذكرا على تويتر في كوريا بعبارات مثل جيمين براون وجيمين التي ام اي وجيمين هير وغيرهم. في أخبار أخرى تستعد فرقة مامامو لعودة المجموعة الكاملة بالألبوم الثاني عشر المصغر مايك أون. أصدرت المجموعة مقطع دعائي جديد يمكنك الاستماع به إلى مقتطفات من كل أغنية من أغاني الألبوم الثلاثة. ومؤخرا زارت المجموعة في برنامج نوان براذر لكشف عن نشاطهم القادم. سيتم إصدار الألبوم يوم 11 من أكتوبر القادم الساعة 1 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، ابقوا متابعين. في أخبار أخرى مؤخرا انتشرت شائعات عن مواعدة ليسا عضوة بلاك بينك فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما هي الحقيقة؟ قال بعض المعجبين أنه قد تم القبض على ليسا في وقت سابق في قصة الإنستغرام الخاصة بمنتج SMMQ وهو يعرض صورة لمواعدهم الجميل. حقق المعجبون أكثر ووجدوا أن المنتج MQ نشر أيضا صورة لنفس سجادة ليسا التي تمتلكها، من ما يعني أنه قريب جدا منها ليكون في منزلها. بالإضافة إلى كل ذلك تم القبض عليها وهو معجب بالعديد من منشورات ليسا ويتابعها على كلا الحسابين. وبعد أن أشار المعجبون إلى إعجابه بمنشورات ليسا سرعان ما أزال هذه الإعجابات. وبعد أن انتشرت هذه الشائعات بسرعة كبيرة قام MQ بتغيير وصف منشور الإنستغرام الخاص به مع LSM بقلب أصفر. يعرف المعجبون أن هذا يدل على ليسا مانوبان وهي مشهورة بحبها للقلوب الصفراء. وقد نشر أحد المعجبون أنه سأل MQ عن علاقته بليسا وقد أكد ذلك، ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ بدأ حساب نيكو وهو حساب أنشئ حديثا بعدد متابعين صفر بالتكهن بشائعات المواعدة والتي تشمل ليسا مع منتج SM، ومن ثم استغل حساب جيني سولستان هذا المنشور من خلال نشر المزيد من الشائعات الكاذبة والتلاعب بالصور عبر الفوتوشوب لجعلها تبدو حقيقية. لقد حاولوا بالفعل جعل الأمر أسوأ من خلال رفع هاشتاغ هاي ليسا إزريليو. بالفعل استطاع هذا الهاشتاغ الوصول إلى الاتجاه العالمي بسبب سرعة جيني سولستان. ومع هذه الشائعات نشر المنتج MQ في وقت لاحق قصة على الإنستغرام لتكذيب هذه الإدعاءات الكاذبة. افتعل حساب نيكو هذه الفوضى لأسابيع من أجل اكتساب أكثر من 4000 متابع، ولكن بفضل المنتج MQ نفى هذه الشائعات قائلا ماذا لا أنا رجل كبير، ليتأكد الجمهور أنه لا توجد علاقة تجمع منتج SM مع ليسا. يأمل البلينك أن تتحرك وكالة YG ولو لمرة واحدة في وقت مبكر لحماية فنانيها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.